سبعة أشياء نكره أن تحدث لنا جميعاً. مرحباً أصدقائي، وكيف حالكم اليوم؟ ندرك جميعاً أن الحياة لا تبتسم لنا دائماً، فحتى عندما تكون جالساً لمشاهدة فيلم ما أو لممارسة أحد ألعاب الفيديو أو حتى عند تناول البيتزا، فدائماً ما يحدث لنا شيء خلال تلك اللحظات السعيدة يجعلنا نشعر بإزعاج شديد. إذا كنت ترغب في التعرف إلى بعض من تلك المواقف المزعجة، ابقى معنا لأننا سنعرض لكم الآن سبع أشياء نكره أن تحدث لنا جميعا. في المرتبة السابعة، لحظة انقطاع إصبع الشبشب. بالطبع مررت بتلك اللحظة عندما تسير بكل هدوء مرتديا شبشبا آمنا، ثم يحدث فجأة ما لا يحمد عقباه بأن ينقطع إصبع الشبشب. والأسوأ في ذلك هو أنه سيصبح أمامك حينها خيارين فقط، إما أن تعود مسرعا إلى منزلك أو تضطر إلى المشي حاف القدمين. في المرتبة السادسة، تساقط معجون الأسنان على ملابسك. تخيل أن لديك موعدا غرامي وقمت بتبديل ملابسك وكنت مستعدا للخروج، لكن تتذكر أنك لم تقم بغسل أسنانك فتعود لغسلها، وعندما تكون على وشك وضع الفرشاة بفمك يتساقط المعجون على ملابسك، ومهما قمت بغسل تلك المنطقة لن تستطيع التخلص منها بسهولة، ولهذا لا يتبقى أمامك خيار آخر سوى تبديل ملابسك مرة أخرى. في المرتبة الخامسة، دخول الصابون في العين. قد يكون الاستحمام هو الحل الوحيد للتخلص من عناء يوم شاق وطويل، لكن دائما ما نتعرض لهذا الموقف الذي يدمر تلك اللحظة الممتعة بأن يدخل الصابون في عينيك. أعلم أن هذا شعور مزعج للغاية، حتى أنه قد يظل ملازما لك بعد مرور عدة دقائق من الاستحمام. في المرتبة الرابعة، ضوضاء في السينما. عندما نذهب إلى السينما لا نرغب في سماع شيء آخر غير أصوات الفيلم، وليس سماع أصوات حديث الأشخاص أو صوت شخص ما يتحدث في الهاتف، وأسوأ ما في الأمر أن يقوم أحدهم بجلب طفل معه والذي يظل يبكي طيلة فترة مشاهدة الفيلم. ولهذا ليس من السيء أن تجلب ابنك معك إلى السينما، وذلك إذا كان هادئا، لكن إذا كان كثير البكاء فلا ننصحك بأخذه معك إلى هناك. في المرتبة الثالثة، رمال في الملابس الداخلية. الذهاب إلى الشاطئ قد يعد واحدة من أعظم التجارب التي من الممكن أن تخوضها طيلة حياتك، لكن لا أعتقد أنك تحب أن تدخل حبيبات الرمل داخل ملابسك الداخلية، وبالأخص بعد أن تقضي حمام شمس ممتع على الرمال. والأسوأ في الأمر هو أنك مهما قمت بالاستحمام سيظل ذلك الشعور الغريب ملازما لك لعدة أيام، بأن تشعر أنه لا يزال هناك العديد من الرمال داخل ملابسك. في المرتبة الثانية، الواجبات. لا يوجد أحد عاقل على الإطلاق يحب أن يطلب منه أحد القيام بالواجبات المنزلية، وأسوأ موقف هو عندما يستعد المعلمون للرحيل من الفصل ثم يقوم أحدهم بتذكيره بأنه لم يطلب منهم واجبات منزلية بعد. أخبرنا بالتعليقات ما إذا كان قد حدث معكم أم لا، سأتابع تعليقاتكم أسفل الفيديو. في المرتبة الأولى، دهس فضلات الحيوانات في الشارع. لا يوجد ما هو أسوأ من دهس فضلات الحيوانات في الشارع، وغالبا ما يكون سبب التعرض لهذا الموقف وجود عدد كبير من المهملين الذين لا يقومون بالتخلص من فضلات حيواناتهم الأليفة ويتركوها كما هي بالشوارع. لا أعلم صراحة هل سيكلفهم الأمر الكثير من العناء إذا ما قاموا بالتخلص من فضلات حيواناتهم بوضعها في كيس بلاستيكي. أتمنى أن يعلموا جيدا أن الشوارع لن تكون نظيفة إذا كانت مزينة بفضلات كلابهم. أخبرنا بالتعليقات
ما هي المواقف الأخرى التي تكره أن تحدث لك؟ ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. أراكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء. إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.